علي شحادة مؤسس دريم ماتشر مطابق الأحلام. أهلا وسهلا فيك على ستاند بومدا مباشرة من عربنت. ثانكيو. كيفك علي؟ أنا كتير منيح، كيفك أنت؟ ملي يا عربنت. والله عربنت كتير حلو، أنا ما صار لي زمان بس يعني في ناس من حول العالم العربي تفاجأت، حلو إنه يكونوا هون بلبنان. علي، دريم ماتشر بجرب يطابق الأحلام، يعني يحقق أحلام الناس من خلال الناس. خبرني أكتر بعد تقنياً كيف عم بتصير. مزبوط، الفكرة هي أنه نحن نستعمل طاقة التواصل الاجتماعي لحتى نساعد الناس تحقق أحلامها. يعني هاي الأيام نحن كتير بنحكي عن حالنا على الانترنت وبنحط كتير معلومات عن حالنا، وأنا فكرت أنه ليه ما بنستفيد من هاي المعلومات لنشوف مين في حقق أمنية مين أو مين في حقق حلم مين. فمثلاً إذا شخص حلمه يقابل فنان مشهور معين وحدا تاني بيعرفه شخصيا، فهذا الشخص معقول عنده احتمال انه يحقق الحلم. او اذا حدا عباله يفوت على معمل شوكولا، انا كتير بحبها لهي الاكزامبل، وحدا تاني بيشتغل بشركة شوكولا، فكمان هذا الشخص في ممكن يقدر يحقق هذا الحلم. فتقنيا بنستفيد من هاي المعلومات اللي هول الاشخاص عم يحطوها على الانترنت لنطابق هول الاشخاص مع بعض ونشوف مين اكتر حدا بيقدر يحقق حلم حدا تاني. يعني مطابق الأحلام هو بيروح أونلاين وبينبش على الأشخاص، ولا الأشخاص بدون يجوا لعندك ويحطوا الداتا تبعهم عندك؟ مبدئياً الأشخاص بدون يجوا لعنا، يعني نحن social network separate عن social networks التانيين، وبس رح كمان يكون في وسائل إنه شخص بيقدر يعمل connection من خلال The Dream Matcher بالأكاونتات التانية تبعوله لحتى لي ما يعذب حاله ويرجع يحط كل المعلومات من أول وجديد. فنحن بنستعمل المعلومات يلي هو حطها بالDream Matcher، لأنه المعلومات اللي نحن بنستفيد اللي نحن بحاجة لها تنحقق أحلام الناس مش بالضرورة هي نفس المعلومات اللي الشخص بيحطها على تويتر أو على دريم أو على فيسبوك. صح. في معلومات زيادة نحن بنحتاجها، عادة الشخص ما في داعي أنه يحطها على الفيسبوك، فنحن بنحتاج هاي المعلومات. للمعلومات التانية بنخلي المستخدم انه هو يوصل الاكاونت بالفيسبوك او باي سوشيال نتورك تاني، ونحن بنسحب هاي المعلومات لتساعدنا نوصل الاشخاص مع بعض. علي، اي متى اطلقت دريم ماتشر؟ الفكره عم نشتغل عليها صرنا اكثر من سنه ونص ككونسبت وكتطوير فكره وكبحث عن انه كيف بنقدر عن جد نوصل الناس ببعضها. ومثل ما بتعرفي هذا موضوع فيه شغل على السايكولوجي وعلى انه ليه حدا بده يحقق حلم تاني، فصرنا زمان عم نشتغل على الفكره، ولكن يعني بشكل فعال على انه نطلق او ننفذ الفكره نحن تقريبا صرنا شيء 4 أشهر. الموقع The Dream Matcher بعد منه اونلاين، رح يكون اونلاين بابريل، و بس هلا الناس يعني اذا حدا عم يحضرنا قبل ابريل او قبل نص ابريل في فوت ويعمل اكاونت. بس كمان نحن بلشنا من جانيوري نعمل ايفنتس اللي هو بيجي الاشخاص عليها، بيكون عندنا تقريبا مثلا 50 او 60 شخص اوبن فور بابليك، يعني اي شخص في فوت، وكمان بنحقق بنوصل لنفس الهدف بانه نوصل الاشخاص اللي بيقدروا يحققوا احلام بعض ببعض. فهي شغله نحن بلشنا نعملها، بس ايه تقريبا يعني صار لنا شيء 4 أشهر اكتف بالموضوع. كيف ناوي تسوق للمشروع لتخلي الناس يجوا عليه؟ يعني حاحكي انا شو بفكر وشو حنشتغل. انا برايي لان قد ما بحب الفكره، برايي الفكره هي لحالها بتسوق حالها، لانه كل حدا بيحب يحقق حلمه، بس اكيد ما فيني اعلق امالي عن هذا الموضوع. اكيد نحن كثير بنهتم بالسكسس ستوريز او القصص الناجحه اللي بتصير معنا، لانه الناس بتحب بس تشوف انه في حدا صار معه قصه ناجحه او في حدا تحقق حلمه من ورا ذا دريم ماتشر. كثير بهمنا انه نوصل هاي الخبريه للناس، لانه هون الناس رح يصيروا يتشجعوا يفوتوا تيعرفوا عن ذا دريم ماتشر. وهو كمان الفكره بحد ذاتها، فكره انه نحن عم نحقق احلام الناس، هي فكره جديده بشكل عام ان كان بالمنطقه او ان كان حتى حول العالم. فعم يكون في كتير طلب لقلنا انه يعملوا معنا مقابلات ويسألونا عن شو في احلام تحققت وكيف عم تحققوا احلام العالم، فهيك الفكرة مهضومة. وكمان يعني بما انه نحن هلأ من عرب نت، نحن بهمنا نوصل للشريحة العربية، بس كمان نحن عم نركز على السوق العالمي لحتى لي نمشي فكرة الدريمز، لأنه بالنهاية هاي بلاتفورم نحن عم نعمرها لشو نركز التسويق بمنطقة معينة بوقت لأي شخص بيقدر يستفيد من التكنولوجي اللي نحن عم نعملها. بس بتكون تبلشوا من المطرح، أكيد من نحن مبدئيا حنبلش من لبنان ومن نيويورك. قررنا نبلش من مطرحين عم نركز تسويقنا، لبنان لأنه نحن بلبنان وأهين علينا بلبنان نشتغل،
بتكاليف أقل، وكمان نيويورك لأنه عنا تواصل مع أشخاص بنيويورك عبالهم يساعدونا، ونيويورك مدينة عجقة كتير ومدينة فيها كثافة سكانية كبيرة، فكتير بيساعد هيدا الشيء فكرة The Dream Matcher، لأنه بالنهاية اللي بده يحقق لك حلمك لازم يكون قريب عليك تقدر يحقق لك حلمك، وبالنهاية كل ما كان عندك أشخاص أكتر بمنطقة معينة ففي أحلام أكتر معقول تتحقق، لأنه هو أشخاص من خلفيات مختلفة، من مواهب مختلفة، من إذا بدك connections مختلفة، بيعرفوا أشخاص مختلفين. فنيويورك هي مدينة مثالية ليتطبق فيها The Dream Matcher، ونحن هدفنا نوصل لبرا، فنيويورك كمان فكرنا أنه مطرح كتير منيح نبلش منه. شو الخطة لحتى يصير Dream Matcher يطلع مصاري تكون في مردود مال؟ حركز شوي، لأنه نحن بنشتغل بدري ماتشر، بنشتغل على الويب سايت وبنشتغل على الإيفنتس كشغلتين منفصلين عن بعضهم. حركز على الويب سايت اللي هي the social network thedreammatcher.com. thedreammatcher.com رح أكتر شيء نرتكز على قصة الدعايات، يلي هي حيكون عندنا أشخاص عم تخبرنا شو أحلامها، أشخاص عم تخبرنا إنه تجارب عبالهم يعيشوها، أشياء عبالهم يمتلكوها. يعني ممكن يعني هلا في عندنا بالداتابيس أشخاص حلمهم يكون عندهم آيفون، أو حدا حلمه عنده يكون يسوق سيارة معينة أو هيك، فكلهم هول معلومات بتساعدنا أنه نوصل دعايات مفيدة لهول الأشخاص مرتبطة بالأحلام اللي هن عندهم، مرتبطة بالأمنيات اللي عندهم إياها، وهذا الشيء بخليهم يكونوا مهتمين أنه يشوفوا هاي الدعايات، ما عم يشوفوا دعايات غريبة. نحن كمان يعني خلال سنة أو سنتين حسب الوضع معنا كيف بيصير، عبالنا نفوت وسيلة تمويل جماهيري. يعني هو إذا في شخص عنده حلم بكلف مصاري بيقدر يقنع الناس إنه ليه هن بدهم يعطوه مثلاً دولار لحتى لي يسافر على بلد معين أو تيبلش بزنس معين. فكمان من هاي الطريقة نحن من هول الأموال يلي عم تحقق أحلام ناس مظبوط، وناس عم تشارك أموالها مع غير ناس، كمان بيكون في جزء بيكون بيروح منه لتغطية تكاليف Dream Matcher. علي good luck، إن شاء الله تقدروا تحققوا أحلام كتير ناس، وإن شاء الله بالتوفيق وتكون عم تستفيد من Arabnet. شكرا كتير لأنك تحدثت مع وامدا. Thank you.